السلام عليكم ورحمة الله. عم يقولوا إنه الصيف رجع والحرارة بلشت تطلع، واليوم صارت 26، بكرة 30، 33. وحبيت شارككم هاي البوظة الآيس كريم اللي شفتها بالسوبر ماركت عند ريفي. أول شي فكرتها كاسيتا، بس هي بدون كيك. طبعا فيك تساوي كيك بالبيت، رح أحط لكم وصفة تحت بالتعليقات. طبعا طيبة جدا، رخيصة، وإن شاء الله حلال بإذن الله. جربوها بهالأسبوع بما أنه نودع الصيف مثل ما بقولوا. وشكرا لكم ولدعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله.